واحد من أصدقاء الصحة اللي تصادق عليه في المجال الصحي، وقامت الجمعية باقتناء جهاز ديال الفاكو إيميتيفيكاسيون الخاص بإزالة المياه البيضاء. الجهاز هو جهاز اللي ضروري وحيوي لإجراء أي عملية جراحية خاصة إزالة المياه البيضاء، وهذا الاقتناء ديالو كان ثمرة شراكة بين جمعية أصدقاء الصحة المشكورين اللي بادين معنا مجهود كبير، ومجموعة من المساهمين من النسيج الصناعي ودعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الجهاز هذا اللي بالنسبة للبيطال هو التكلفة ديالو لواحد الثمن اللي كبير، الحمد لله تم اقتناء ديالو عن طريق الجمعية ومجموعة من المحسنين، كل مجهود شكر لهم، لأن بفضل هذا الجهاز استطاعت أن السكنة ديال المديونة أكثر من 200 واحد استفاد من عملية إزالة المياه البيضاء. وانتم كتعرفوا بان المستشفى ما كيتوفرش على طبيب اختصاصي في العيون، قامت الجمعيه بشراء خدمات طب العيون، مشكوره على هذا المجهود اللي بدا معنا تقريبا من ديسمبر 2022، وهذه الخدمات كيستافدوا منها اقليم مديونه، والوبجيكتيف ان شاء الله هو نوصلوا 300 مستفيد. وكما قامت الجمعيه كما كتعرفوا باقتناء خدمات طب النساء والتوليد لاستعداد اكثر من 100 سيده عمليات قيصريه، وهذا الشيء هذا كان عنده اثر كبير على الصحه ديال المواطنين هنا في اقليم مديونه اللي استفادوا من هذه الخدمات، وكنتمنى ان شاء الله نتلاقاو في بادرات احسن ونزيدوا من هذا المستشفى في الاقليم، وان شاء الله غتكون بادرات احسن وغتكون خدمات اخرى، لان هذه الخدمات ديال طب العيون وديال طب النساء والتوليد ان شاء الله غتبروغرام غنخشن بانها تكون بصفه دائمه. كما سيتم برمجه طب الخدش، لان كتعرفوا ان شاء الله هذا لوبجيكتيف اللي غيكون 2024 هو طب الخدش. تم الاشاره بان استافد 26 رضيع من جهاز ازاله ليكتا من الاطفال من الدراري اللي تيكون محتاج عندهم بالصبير. الجمعية اقتنعت من جهازين قيمة ديالهم تقريبا كتفوق 30 مليون سنتيم، وبفضل هاد الجهازين مابقاش الأطفال كينتقلوا لمستشفيات أخرى باش يديروا هاد العملية، ولات متوفرة عندنا هنايا. شكرا.